تفاجأت الفنانة الإماراتية أحلام المتابعين بإطلالتها الأخيرة في مهرجان إكسبو دبي 2020، حيث غنت باللغة الفرنسية للمرة الأولى على الإطلاق. وفي التفاصيل، افتتحت الفنانة الإماراتية معرض إكسبو دبي 2020 أمس بفقرة غنائية قدمت فيها أغنية بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، مرحبة بكل من حضر من الخارج إلى إمارة دبي للمشاركة بهذا المعرض العالمي الذي ينتظره الجمهور كل عام. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على طريقة أحلام في الغناء بلهجات مختلفة، لاسيما أنها وقعت مرات عدة في مواقف محرجة بسبب عدم إتقانها للغتين الإنجليزية والفرنسية، واحتلت مواقع التواصل الاجتماعي بين من دفع عنها معتبرا أنه ليس من المعيب أنها لا تتقن اللغات الأجنبية، ومن رأى بأن على الفنان أن يكون شاملاً وأن يتعلم كل اللغات، مشيرين إلى أن أحلام تلتهي بالقشور ولا تعمل على تطوير ذاتها. ومن أبرز المواقف التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عندما سخر الفنان راغب علامي من نطق الفنانة أحلام اللغة الفرنسية خلال تقييمها لإحدى المتسابقات في العرض المباشر الرابع من برنامج The Voice. أحلام أرادت أن تتغزل بجمال صوت المتسابقة، فقامت بالتحدث باللغة الفرنسية التي تتقنها المشتركة نظراً لانتمائها لدولة المغرب، فما كان من راغب إلا أن سخر بقوله في تقدم أحلام في تقدم. تجاهلت الفنانة الإماراتية تعليق زميلها راغب علامي الساخر منها لتواصل دعمها للمتسابقة من خلال عناقها والتظاهر كأنها تتحدث إلى طفلها المنتظر. وفي ذات السياق، دخلت الفنانة سميرة سعيد في نوبة ضحك بفضل تعليق راغب علامة الساخر من نطق أحلام للفرنسية. وأيضاً كانت الفنانة الإماراتية قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء مواكبتها للمباراة النهائية في كأس العالم 2018 بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، إذ غردت أحلام باللغة الفرنسية مشجعة منتخب فرنسا، إلا أنه لسوء حظها كانت التغريدة غير موفقة بسبب الأخطاء في اللغة إملائياً وقواعدياً. اللافت أن أحلام كتبت العبارة كما تلفظ، وهو ما أثار موجة انتقادات ساخرة لأحلام، ما دفعها إلى حذف التغريدة وكتابة تغريدة أخرى باللغة العربية قالت فيها إنها البداية يا فرنسا، مبروك.